بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات كلية الطب في كل مكان، أهلا بيكم في استكمال مجموعة فيديوهات اوفر فيو اوف ذا ابر ليمب، وبالتحديد كنا بدأنا في الفيديو السابق اوفر فيو اوف ذا فور ارم، اتكلمنا فيه عن الفرونت اوف ذا فور ارم، وبعدين اتكلمنا عن الريجون التي تقع بين الفرونت اوف ارم والفرونت اوف فور ارم اللي هي كيوبيتال فوسة. هنخلص الفور ارم بالفيديو ده يا شباب، وهنخصص كلامنا فيه عن الباك اوف ذا فور ارم من حيث المسلز بتاعته والنيرفز والفيسلز اللي ممكن اشوفها في الباك اوف ذا فور ارم. هيكون معاكم بالشرح والتوضيح دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي والامبريولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس، وهحاول ان انا ابسط تقسيمه العضلات بتاعه الباك اوف ذا فور ارم بدل ما تبقى مرصوصه كده بس تحت بعضها. انا عارف انها هتكون اكتر المره دي، وزي ما بقول لك كل ما بمشي في الفيديوهات كل ما عدد العضلات بيزيد، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني خلاص مش هناخد اعداد اكتر من كده قوي فيما بعد. خلينا دلوقتي نبدا في الباك اوف ذا فور ارم وهنقارنه بالفرونت اوف ذا فور ارم. هفكرك كده لما ابدا العنوان واول المايند ماب واقول لك هنقارن بينهم ازاي. نسمي الله كده، عندنا الباك اوف ذا فور ارم برضه متقسم لسوبرفيشال لاير وديب لاير. فاكرين الفرونت اوف ذا فور ارم كان فيه كام سوبرفيشال ماسل؟ كان فيه 5: برونيتور تيرس، فليكسور كاربي رادياليس، بالماريس لونجس، فليكسور كاربي انيرس، كانوا مغطيين تحتهم فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. ولما شلنا الخمسه دول لقينا 3 ديب ماسكين في الريديوس والالنا اللي هم الفليكسور بولسس لونجس لاترالي والفليكسور ديجيتورم بروفاندس ميديالي والبرونيتور كوادريتس بين الريديوس والالنا من تحت، وكانت مستطيله كده. هنيجي بقى للباك اوف ذا فور ارم، هنلاقي السوبرفيشال ماسلز اوف ذا باك اوف ذا فور ارم عددهم 7. عددهم كام؟ 7. امال اللي كانوا سوبرفيشال في الفرونت اوف ذا فور ارم كان عددهم كام؟ كان عددهم 5. يبقى احنا هنزود 2، يبقى هنلاقي في السوبرفيشال جروب اوف ذا باك اوف ذا فور ارم 7 عضلات. هنقسمهم كالاتي: واحده قصيره بيهايند ذا البو اسمها انكونيوس، العضله المرفقيه انكونيوس، تمام، عضله مثلثه كده في الباك اوف ذا البو انكونيوس. خلي بالك طالما بنقارن عضلات الفرونت اوف فور ارم كانت السوبرفيشال لاير بتاعتها ماسكه في الميديال ايبيكوندايل، اما عضلات الباك اوف ذا فور ارم فالسوبرفيشال لير بتاعتها ماسكه في اللاترال ايبيكوندايل. ده الراجل ده دراع واحد باصص عليه من ورا، ده كوع اهو من الخلف، ده ناحيه الثمب اللي انا بنور فيها دي، والناحيه دي ميديالي ناحيه الليتل فينجر، يبقى ده كده لاترالي الباك اوف ذا هاند وده الباك اوف ذا ثمب اهو، لكن هنا باك اوف ذا ليتل فينجر، يبقى ده لاترال ايبيكوندايل خارج منه عضلات الباك اوف ذا فور ارم، وكان ده الميديال ايبيكوندايل اللي كان جاي ورا الالنر اهو اللي كنا بنتخبط فيه ونتكهرب، وكان طالع منه عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم. يبقى نقسم السوبرفيشال ماسلز اوف باك اوف ذا فور ارم السوبرفيشال بس هلاقيهم 7، واحده قصيره مثلثه الشكل خلف الالبو اسمها انكونيوس. بعد كده هلاقي فروم لاترال تو ميديا زي ما احنا متفقين، هبدا من لاترال ايبوكوندايل وارجع لورا بقى واروح ميديالي، قدام كنت ببدا واروح ميديالي برضو بس من الامام، هنا هبدا لاترالي وانزل ميديالي بس من الخلف. فروم لاترال تو ميديال هلاقي 3 موجودين على اللاترال بوردر اوف ذا فور ارم، 3 عضلات موجودين على سيف الفور ارم بتاعك، 3 عضلات على اللاترال بوردر اوف ذا فور ارم من ورا كده. اول واحده فيهم من فوق خالص اسمها بريكيو رادياليس، اللي تحتها وميديال اكستنسور كاربي رادياليس لونجس، اللي تحتها وموست ميديال اسمها اكستنسور كاربي رادياليس بريفس. يعني بريكيو رادياليس اللي انا خدتها في البرونيت في الكيوبيتال فوسه من قدام اللي كانت بتتقابل مع البرونيتور تيرز عشان تحوط على الكيوبيتال فوسه، انا هنا بقى راجع ورا، يا ترى في ايه وراها؟ يبقى في قدامها الكيوبيتال فوسه، لكن في ايه وراها؟ عضلتين تانيين رايحين للكاربال بونز على ناحيه اللاترال سايد اوف ذا فور ارم من ورا، اكستنسور كاربي رادياليس لونجس، واللي تحتها واقصر منها هتبقى اكستنسور كاربي رادياليس بريفس، يعني العضلتين اللي بيعملوا اكستنشن ورايحين يمسكوا في الكاربال بونز من ورا بس ناحيه الريديوس، كويس؟ وبعدين هلاقي 3 بقى على الباك اوف ذا فور ارم، 3 في ظهر الفور ارم بتاعك بصراحه اهم، ولا هم على اللاترال بوردر والميديال، 3 في الباك اوف ذا فور ارم بصراحه، 3 بوستيريور موجودين في البوستيريور اسبكت اوف ذا فور ارم اسمها اكستنسور ديجيتورم، يعني بتعمل اكستنشن للاصابع، ثم اكستنسور ديجيتي مينيمي يعني رايحة تعمل اكستنشن للمينيمال ديجيت او المينيمال فينجر او الليتل فينجر، واخر واحدة ميديال خالص زي ما انا متعود لازم تبقى النارس اكستنسور كاربي النارس، زي ما كان اخر واحدة ميديال من قدام
كانت فليكسور كاربي انيرس. يبقى تاني بقسم عضلات الباك اوف ذا فور ارم انتو سوبرفيشال لاير اند ديب لاير. السوبرفيشال لاير عددهم اكتر بعضلتين من السوبرفيشال لاير بتاعه الفرونت. الفرونت كانوا 5 عضلات، الباك هلاقيهم 7، واحده قصيره في الباك اوف ذا فور ارم، في الباك اوف ذا ايلبو اسمها انكونيوس. 3 موجودين طوال بس على اللاترال بوردر اوف ذا فور ارم، 3 موجودين على الباك اوف ذا فور ارم زي ما انت شايف. كويس، هايل. ثم هقصهم وهلاقي ديب لاير. زي ما اتفقنا الديب لاير هتطلع من الريديوس والالنا. الديب لاير هتطلع من ايه؟ من الريديوس بس، من الباك اوف ريديوس اند الالنا. كان عندي الديب لاير في الانتيرور كومبارتمنت فيها 3 بس، واحده ناحيه الريديوس، واحده ناحيه الالنا، وواحده وصلت الريديوس بالالنا. احنا متعودين ان احنا بنزود 2، هنلاقي الديب ماسلز بقى اللي في الباك اوف ذا فور ارم اكتر من 3 ب2، يعني كام؟ يعني 5. هلاقي واحده قصيره برضو اسمها سوباينيتور. سوباينيتور رابطه الريديوس بالالنا اللي كانت لفه على الريديوس من قدام وظهرت لي في الفلور اوف ذا كيوبيتال فوسا. سوباينيتور اللي بتعمل سوباينيشن. وبعد كده هلاقي 3 عضلات بيشتغلوا على الثمب من الخلف. ابدكتور بوليسز لونجس يعني عضله طويله وبتعمل ابدكشن للثمب. اكستنسور بوليسز بريفيس يعني عضله قصيره شويه وبتعمل اكستنشن للثمب. اكستنسور بوليسز لونجس يعني عضله طويله وبتعمل اكستنشن للثمب. يبقى هلاقي عضله قصيره بتعمل سوباينيشن اسمها سوباينيتور، رابطه برضو الالنا بالريديوس زي زميلتها البورنيتور اللي قدام. وهلاقي 3 رايحين يشتغلوا على الثمب، ابدكتور بوليسز لونجس، اكستنسور بوليسز بريفيس، اكستنسور بوليسز لونجس. 3 1 و 4 يبقى فاضل واحده. واحده هتروح تعمل اكستنشن للاندكس فينجر لوحده اسمها اكستنسور انديسز، العضله التي تعمل اكستنشن للاندكس فينجر، اكستنسور انديسز لاصبع السبابه من الخلف. كويس يا شباب، هايل جدا. يبقى اذا لو انت عايز تذاكر الفور ارم هتقول لي والله انا عندي من قدام سوبرفيشال لاير وديب لاير. السوبرفيشال لاير اكتب الكلام ده ورايا، طالعه من الميديال ايبيكوندايل وفيها 5 عضلات، برونيتور تيرز، فليكسور كاربي رادياليس، بالماريس لونجس اللي مي بي ابسنت، وفليكسور كاربي الناريس، وفليكسور ديجيتورم سوبرفيشال. الديب لاير بتطلع من الفرونت اوف ريدياس اند الما، وعددهم 3 عضلات بس، فليكسور بولوسس لونجس على الريدياس، فليكسور ديجيتورم بروفاندس على الالما، برونيتور كوادريتس بين الريدياس والالما. اما لو جيت على الباك اوف ذا فور ارم هلاقي ان السوبرفيشال لاير بتخرج من اللاترال ايبيكوندايل وليس من الميديال ايبيكوندايل، وهلاقي عددهم 7 مش 5. واحده ورا الالبو اسمها انكونياس، حتى واضحه هنا في الصوره اهي. 3 مرصوصين على اللاترال بوردر اوف ذا فور ارم، هنا ما قطعتهمش في الصوره دي، و3 في الباك اوف فور ارم. هقص الثلاثة بتوع الباك اوف ذا فور ارم هلاقي مستخبي تحتهم 5 ديب بيخرجوا من الباك اوف ريدياس اند الما. واحده اسمها سوباينيتور، 3 رايحين للثمب، واحده رايحه للاندكس فينجر. ممكن تاخد سكرين شوتس للمايند مابس دي، هتسهل عليك كتير قوي وانت بتذاكر. ودلوقتي جه دورنا نتفرج على الشريان اللي ماشي في الباك اوف ذا فور ارم، في الديب اسبكت اوف باك اوف ذا فور ارم، والنيرف اللي ماشي في الديب اسبكت اوف ذا باك اوف ذا فور ارم. اتفقنا ان الاعصاب والاوعيه الدمويه اللي ماشيه في الديب اسبكت اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم سميناها انتيرور انتر اوسيوس، على اساس انها ماشيه على الانتيرور سيرفيس اوف انتر اوسيوس ممبرين بين الريديوس والالنا. يبقى اذا بالتبعيه اللي هلاقيهم ماشيين ورا غطسانين تحت العضلات، يعني على الانتر اوسيوس ممبرين من ورا بين الريديوس والالنا من ورا، يعني بين العظمتين من ورا، هسميهم ايه؟ بوستيرور انتر اوسيوس نيرفا اند فيسلز اللي هم دول. ولازم اقول لك معلومه لانها مكتوبه عندكم في الكتب، ان البوستيرور انتر اوسيوس نيرف ده از ا برانش فروم ذا راديال نيرف. يبقى بكده العضلات بتاعت الباك اوف ذا ارم والباك اوف ذا فور ارم كلها متغذيه بمين؟ بالراديال نيرف. اكتب ورايا، الباك اوف ذا ارم اللي هو الترايسبس والباك اوف ذا فور ارم كلهم متغذيين بالراديال نيرف والبرانش اللي طالع منه اللي اسمه بوستيرور انتر اوسيوس نيرف. امال الفرونت اوف ذا ارم كان متغذي بمين؟ اللي هي البايسبس والبراكياليس والكوراكو براكياليس، بالماسكولوكوتينيوس. بالاماره حضرتك قلت لنا الماسكولوكوتينيوس بيخرم الكوراكو براكياليس ويغذي الفرونت اوف ذا ارم، وقلت لنا خلوا بالكم ان ده ممكن يجي ام سي كيو. طب الفرونت اوف ذا فور ارم بقى، عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم اللي هم 5 السوبرفيشال والثلاثه الديب، بيتغذوا
بالميديان نيرف والألنر نيرف مع بعض، وبالأنتيرور انتروسيوس نيرف اللي خارج من الميديان نيرف. تمام؟ ولكن معلومة بقى بسيطة، إن الميديان نيرف هو الأساس بتاع الفرانت أوف ذا فور آرم، بينما الألنر نيرف بيغذي عضلة وجزء من عضلة تانية، يعني ممكن نقول عضلة ونص من الفرانت أوف ذا فور آرم. تحب تكتبها ورايا تاني؟ الفرانت أوف ذا آرم مسكلوكوتينيوس نيرف، اللي بيغذي عضلات الفرانت أوف ذا آرم مسكلوكوتينيوس نيرف، اللي بيغذي عضلات الفرانت أوف ذا فور آرم ميديان نيرف والأنتيرو انتروسيس اللي خارج منه، وعضلة ونص بس بتاخد من الألنر نيرف. طب مين اللي بيغذي بقى الباك اوف ذا ارم والباك اوف ذا فور ارم كل الباك؟ الريديال نيرف والبوستيرور انتروسيس نيرف اللي خارج منه. اتفقنا يا شباب؟ وبكده نبقى خلصنا منطقة الفور ارم. اتمنى انها تكون سهلت شوية بالتقسيمات اللي انا قلتها لك والتلخيصات اللي قلتها لك دي. ان شاء الله المحاضرات القادمة او الفيديوهات القادمة هخصصها لمنطقة الهاند من قدام ومن ورا، بالديب فاشيا اللي فيها والتندونز والعضلات المختلفة اللي فيها. إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتور أحمد فريد، مدرس الأنتروبيولوجي في كلية الطب جامعة عين شمس.